هاي. شارع فردان من أهم شوارع بيروت، بيبلغ طوله كيلومتر تقريباً. أصل التسمية بيعود لمعركة فردان، وهي إحدى أقدم المدن الفرنسية يلي وقعت فيها واحدة من أشهر المعارك الحاسمة بالحرب العالمية الأولى. وبما أنه شارع فردان كان بوقتها فاضي وبلا عمران، فحصل على هالاسم خلال فترة الانتداب الفرنسي للبنان. جذب شارع فردان بمطلع التسعينات السياح العرب والأجانب بسبب احتوائه على أهم المتاجر والمحلات العالمية، وكان من الشوارع الأولى يلي شهدت انتشار السنترات التجارية يلي أدت لتطوير أسلوب التسوق عند اللبنانيين وعند العرب. بيتميز الشارع بسيار الدرك يلي بيعود تاريخ بنائه لحقبة الفرنسيين كمان. مين قال أنه تم تصنيف الشارع بالمرتبة الثالثة عربياً و48 عالمياً ضمن لائحة أغلى الشوارع التجارية الرئيسية بالعالم سنة 2015؟ أنا قال، بشوفكم بكرة.